تاني نوع فيرب تو دو، ده الاجزاء اهي، ده بي وده دو وده هاف. الاخيره اسمها مودال فيربس. مودال فيربس يعني يبقى الافعال المساعده عندي بتنقسم لاول حاجه فيرب تو بي، تاني حاجه فيرب تو دو، تالت حاجه فيرب تو هاف، رابع حاجه مودال فيربس. يبقى الافعال المساعده عندي فور، الانواع بتاعها فور. اول نوع فيرب تو بي، يعني ايه فيرب تو بي؟ اللي هو ايه؟ ام واز وار. طب لو هو في الماضي بيتحولوا لايه؟ لواز ووير. يبقى واز ووير دول في الايه؟ في الماضي. ام واز وار دول في الايه؟ في المضارع. يبقى لو جبت لك سؤال قلت لك اهو اللي احنا قلناه، قلت لك فين الفعل المساعد هنا؟ هتقولي لي فين الفعل المساعد؟ اللي هو هنا ايه؟ از. خلاص كده؟ عشان تقدري تحددي الفعل المساعد، الحاجات دي احنا بناخدها عشان تقدري تحددي الفعل المساعد، او لو هتكوني سؤال تقدري تجيبي الفعل المساعد اللي هيبقى بعد اداه الاستفهام. يبقى ده اول نوع من الافعال المساعده اللي هو فيرب تو بي، اللي هو ام از ار واز وير. تمام؟ تاني حاجه وده مهم جدا بيستخدمه كتير قوي، فيرب تو دو، اللي هو عباره عن دو او داز او ديد. دو وداز ده في المضارع وديد دي في الايه؟ في الماضي. يبقى فيرب تو دو اللي هو ايه؟ دو وداز وديد، دو وداز وديد. طيب نيجي بقى لتالت فيرب تو هاف، اللي هو هاف وهاز، دول في المضارع وهاد في الايه؟ في الماضي. هاف وهاز مضارع وهاد ايه؟ ماضي. يبقى ده فيرب ايه؟ تو هاف. اخر حاجه مودال فيربس او الافعال الناقصه اللي هي كان، كود، شال، شود، وود، مي، ماست، نعرفهم. كان، شال، ويل، كود، وود، شود، ماست، مي. طيب هتقولي لي معناهم ايه؟ معناهم بيتغير على حسب الجمله، ما لهمش معنى ثابت. الفعل الناقص دايما ملوش معنى ثابت، تمام كده؟ يبقى انا بس اهم حاجه ان انا ابقى عارفه ايه الافعال الناقصه دي. يعني مثلا لما اجيب لك سؤال ده وات دو يو لايك، طلعي لي الفعل المساعد هنا هيبقى دو، من انهي نوع؟ اللي هو فيرب تو دو. هاو كان يو سبيل ذس وورد؟ مين هيطلع لي الفعل المساعد هنا؟ كان، ونوعه ايه؟ مودال فيربس، من الافعال الايه؟ الناقصه. يبقى ايه هي الافعال المساعده؟ فيرب تو بي، فيرب تو دو، فيرب تو هاف، مودال فيربس. فيرب تو بي اللي هو ام از ار واز وير، فيرب تو دو اللي هو دو داز ديد، فيرب تو هاف هاف هاز هاف. المودال فيربس اللي هي كان وكود وشال وشود وويل وماست وماي، نحفظهم نعرفهم ليه؟ هيدنهم معانا على طول. خلاص دي اساسيات تكوين السؤال. طيب ايه موضوع المودل فيربس او ايه موضوع الافعال الناقصه ديت؟ قال لي اي سؤال هيبدا بفعل ناقص، الافعال دي كلها اي سؤال هيبدا بيهم يبقى اجابته هتبقى بيس ونو. حاجه سهله خالص. يعني لو قلت لك از ذات يور بن، قلت لك جاوبيه، ما عندكيش حل غير اتنين، يا اما يس يا اما نو. هو ده القلم بتاعك؟ لو ده القلم بتاعك هتقولي ايه؟ يس ات از. طب لو لا؟ نو ات ازنت. يبقى اي سؤال بالافعال الناقصه ديت اجابته بتبقى بايه؟ بيس او نو. طيب كان يو سبيك انجلش؟ كان يو سبيك انجلش؟ يلا حد يجاوب لي. Yes I can. Drop. Yes I can. أو no I can. شوفوا الدنيا سهلة ازاي. يبقى الأفعال الناقصة أول ما أشوفها في بداية السؤال يبقى الإجابة عندي هتبقى بيس أو نو. طب لو جالي إجابة مثلا Yes I can speak English، مين هيعمل لي سؤال بقى؟ ده العكس بقى، ده احنا كده عكسنا. أنا عندي إجابة وعايزة أعمل عليها سؤال، بعمل إيه؟ برافو عليكم. أول حاجة يس ونو مالناش دعوة بيه. بعمل إيه؟
عند الفعل الناقص اهو احدده واروح عامله مقص وطبعا الاي بتتحول لايه؟ ليو هتبقى كان يو سبيك انجلش واعمل الكويشن مارك بتاعتي يبقى يس اي كان سبيك انجلش سهله؟ ها فيها مشكله؟ طيب حاجه ثانيه Do you like fish? مين هيجاوب لي؟ Yes I do. برافو Yes I do. طب لو no? No I don't. يبقى أنا هنا لقيت السؤال بادئ لي بفعل إيه؟ فعل ناقص يبقى الحل عندي يا إما هيجاوب بيس يا إما هيجاوب بنو. خلاص كده؟ يبقى دي جزئية الأفعال الناقصة. طيب برضو جزء تاني Was She a student؟ ها حد يجاوب لي؟ فين الأول الفعل الناقص اللي عندي؟ فعل الناقص was اللي هو نوعه إيه؟ verb to be بس في الإيه؟ في الماضي ها was she a student؟ ها yes yes واعمل مقص yes ها she was أو no she wasn't طيب لو انا عندي اجابه بتقول يس يس اي ام ا تيتشر مين هيعمل لي عليها سؤال؟ يس اي ام ا تيتشر دي بقى عايزه اعمل لها سؤال لا طب فين الفعل الناقص اللي عندي؟ الام بس فعل ناقص عندي ام تمام كده طيب انا الاي عندي بحولها لايه اليو اللي برافو عليك اليو ما ينفعش يجي معاها ايه ام بيجي معاها ايه ار وبعدين اروح عكسها وما تبقى ايه انا فاكرين لما قلت لكم ام بتحول الى ايه الى ار يو اهي دي بقى يبقى ار يو ا تيتشر يبقى are you a teacher؟ الإجابة yes I am a teacher أو no I am not a teacher. يبقى الأفعال الناقصة ديت بستخدمها كتير جدا. في إيه؟ في عمل السؤال. السؤال اللي هو إيه؟ سؤال إجابته بيس ونو. وهستخدمها برضو في السؤال اللي هو بأداة استفهام. ديت في كل حاجة في الدنيا. أي حاجة في الإنجليزي هستخدم الأفعال الإيه؟ الناقصة دي. فلازم أكون عارفاها وعارفة أنواعها وعارفة شكلها إيه. أول نوع اللي هو verb to be اللي هو am is are مضارع was where ماضي verb to do اللي هو do does did do does مضارع did ماضي verb to have اللي هو have has ده مضارع وhave ماضي الأفعال الناقصة لازم أحفظها كلها أبقى عارفة شكلها كلها عشان لو جات لي في السؤال أعرف أجاوب أعرف أسأل أشوف أنا هستخدمها إزاي على حسب السؤال عندي اي سؤال بادئ بالافعال الناقصه الاجابه بتاعته بتبقى بيس او نو طيب لو انا عندي اجابه بيس او نو بشوف الفعل المساعد عندي ايه وبعمل مقص وبعمل السؤال تمام كده ها سهله ولا فيها اي مشكله هناخد جمل تعملوا لي سؤال وهتعملوا لي اجابه ده والعكس زي ما احنا شرحنا كده بالظبط الهوم ورك بتاعنا